ولنقاش ملف الانفلات الأمني في العراق والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وتأثيرها على علاقات العراق والتزاماته بالاتفاقيات الموقعة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. اعتبر تحالف الدولي من سماهم بالمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون استهدفت أرتاله في العراق، إلى أي مدى تطلع حكومة الكاظمي بدورها في ضبط الأمن أمام قوات التحالف الموجودة بطلب منها؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن هذه جدلية لا يمكن أن نخرج منها بنتيجة أو بسهولة، ذلك لأن حكومة مصطفى الكاظمي اليوم في موقف يعني لا تحسد عليه، فهي يعني يمكن أن نقول عاجزة بشكل واضح عن ضبط هذه القوات غير الرسمية، على الرغم من أنهم يقولون هم جزء من وزارة الدفاع العراقية وأنهم يعني تابعون للقائد العام للقوات المسلحة، لكن أعتقد أن اعتقال قاسم مصلح قبل أيام أكد الحقيقة التي طالما ذكرناها مرارا، أن هذه القوات لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، وإنما تأتمر بأوامر مسؤوليها. وكذلك التغريدات التي أعقبت يعني اعتقال مصلح من قبل قيس الخزعلي، من قبل أبو علي العسكري، وأيضا حتى هادي العامري وغيرهم، أكدوا يعني بضرورة يعني كانت فيها التهديدات واضحة، وهذا لا يتفق مع ما يسمى روح الجندية في القانون العسكري. وبالتالي أعتقد أن حكومة الكاظمي لا يمكنها خلال المدى المنظور أن تسيطر على الحركات أو الفعاليات العسكرية لفصائل حشد الشعب. في هذا السياق وقبيل المحادثات الفنية بين حكومة بغداد وواشنطن، سيتم تحديد إعادة نشر قوات التحالف الدولي ومنها القوات الأمريكية. ما مدى إمكانية حكومة الكاظمي في ظل الأوضاع الأمنية الحالية الإيفاء بالتزامات العراق الدولية؟ يعني إيفاء التزامات العراق الدولية بأي جانب؟ في جانب التوافق مع التحالف الدولي الذي كان بطلب من الحكومة في العراق. نعم، يعني أنا أعتقد أنه يعني وجود القوات التحالف الدولي بعد مرحلة الانسحاب الأمريكي الشكلي نهاية عام 2011 جاء بطلب من يعني من الحكومات المتواجدة في بغداد، وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تقول وهي محقة طبعا بهذا الأمر أنها متواجدة في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وهذا أمر لا خلاف عليه، ونحن نتحدث هنا بشكل موضوعي دون النظر إلى الموقف من هذه القوات وعليه يعني هل هذه القوات مستعدة للخروج. أعتقد أننا أمام مرحلة رابعة من المفاوضات الفنية ما بين العراق والولايات المتحدة والقائد العمليات المنطقة الوسطى قال أننا مستعدون للخروج من العراق، لكنه في ذات الوقت قال لا يمكن أن يكون هذا قريبا، ومعلوم أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد انسحاب حقيقي للقوات الأمريكية من العراق، لأن الأمريكان الذين قدموا الضحايا من البشر، من الجنود، من العسكريين، من سمعة الولايات المتحدة، من التكاليف الكبيرة لهذه الحرب منذ عام 2003 وحتى اليوم، لا يمكنهم أن ينسحبوا من العراق لأجل عيون هذا الطرف أو ذاك في العملية السياسية. وعليه أعتقد أن القضية تتعلق بالمصلحة الأمريكية الكبرى، وربما يعني سيتم ترتيب الأمر بضمان بقاء المصالح الأمريكية حتى لو تم الأمر على شكل انسحاب شكلي من العراق. يرى البعض أن استعراض القوة الذي تقوم به الميليشيات من وقت لآخر هو رسالة، ما المقصود بهذه الاستعراضات وما الرسالة المراد إرسالها، خاصة إذا ربطنا هذا بالتهديد الأمريكي الواضح في حديثها مع الحكومة الحالية بأنها إذا اقتربت ميليشيا الحشد مجددا من مقرها في المنطقة الخضراء فإنها سترد وتدافع عن نفسها؟
يعني هو هذه حالة التناقض التي تحدثنا عنها. في يوم 13 حزيران القادم سيكون هنالك استعراض كبير لفصائل حشد الشعبي في العراق، لم يحدد مكان هذا الاستعراض حتى الآن بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحشد ولفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها المرجع الشيعي على السيستاني في 13 حزيران 2014. وعليه أعتقد أنه القضية تتعلق بالصفة القانونية للتواجد الحشد الشعبي. هنالك مادة في القانون، المادة 9(2)(باء) من الدستور العراقي تقول يحظر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية. اليوم هم يقولون لا، الفصائل حشد الشعبي هم جزء من المنظومة الأمنية في العراق وهم تابعون للقائد العام للقوات المسلحة. وبغض النظر حتى لو افترضنا أن هذا الأمر متفق مع الدستور وهو غير متفق مع الدستور، أثبتت الأحداث أن الحشد لا يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة في الغالب، لا أقول كل فصائل حشد الشعبي. نعم. وعليه أعتقد أن هذا الأمر يؤكد أن الحشد الشعبي سيبقى، أو كأنهم يرسلون رسالة إلى حكومة بغداد وإلى القوى الفاعلة في العراق أننا قوة غير قابلة للذوبان. وكما قال قيس القزعري قبل يومين بأن الحشد الشعبي هم إرادة الله، ولا ندري ماذا يقصد بهذه العبارة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.